المزيد من التفاصيل حول أداء الدولار وأيضا العملات الأجنبية الأخرى مع محللة أسواق مالية في إكويتي جروب أماني رشيد. أهلا وسهلا بك، صباح الخير أماني. صباح الخير. أماني، يعني من الواضح أنه الكثير من المحللين يرون أنه الدولار الآن تشبع من الموجة الصعودية وبدأ بحالة من الهبوط، طبعا متأثرا بالكثير من العوامل. نحن الآن بانتظار أيضا تصريحات جيروم باول، هل برأيك سيكون اللغة لا تزال يعني تشير أو تميل إلى إبطاء الوتيرة أو اللهجة الفيدرالي مع يعني برامج التيسير أو مع الدولار بشكل عام مع رفع الفائدة؟ نعم، بالفعل الدولار الأمريكي يعني يشهد تراجعاته الملحوظة خلال الأسابيع الماضية، وبالتحديد منذ صدور بيانات التضخم والتي أثبتت حتى الآن على نجاح الفيدرالي في السيطرة على وتيرة ارتفاع الأسعار، مما تسبب في زيادة توقعات بدء الفيدرالي الأمريكي في تخفيف وتيرة التشديد النقدي في 2023. طبعا الدولار الآن أو مؤشر الدولار مستقر عند مستويات 106 في الوقت الذي ننتظر فيه بيانات اقتصادية هامة في الولايات المتحدة وتصريحات الرئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول اليوم. الآن يعني أي بيانات أو أي علامات على تعافي الاقتصاد الأمريكي وتعافي أغلب القطاعات الأمريكية سيؤكد على وجهة نظر بعض أعضاء الفيدرالي الأمريكي على ضرورة الاستمرار في وتيرة التشديد النقدي ورفع الفائدة، لأن معدلات التضخم كما يرون لا تزال مرتفعة على الرغم من تباطؤ نموها. ولكن على الجانب الآخر، تراجع الدولار الأمريكي واستقرار المؤشر عند مستويات 106 مع استمرار توقعات أن يقوم الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة بواقع نصف نقطة مئوية فقط، وأن يبدأ يعني المحافظ الفيدرالي الأمريكي في إصدار أي ملامح على إبطاء وتيرة التشديد النقدي. ولو بالفعل جاءت تصريحات جيروم باول اليوم وفي الفترات القادمة على أن الفيدرالي الأمريكي سيبدأ في تخفيف وتيرة التشديد النقدي في 2023، وأن معدلات التضخم تمكنت الفيدرالي الأمريكي من السيطرة عليها، فسيواصل الدولار الأمريكي طبعا تراجعه مقابل أغلب العملات، وستتعافى أغلب العملات وتستفاد من تراجعات الدولار الأمريكي. وبالتالي تصريحات محافظ الفيدرالي الأمريكي بالإضافة إلى بيانات الاقتصاد المقرر صدورها، بيانات النمو الاقتصادي المقرر صدورها اليوم، وبيانات الوظائف الأمريكية يوم الجمعة المقبل، ستكون طبعا الفيصل في تحركات الدولار الأمريكي الفترة المقبلة. نعم، عندما أيضا نتحدث عن الصين، العيون تتجه الآن للصين، خاصة فيما يخص أنه هل من الممكن أن تميل الصين إلى تخفيف الإجراءات وسياسة كوفيد 19 أو سياسة زيرو كوفيد 19، عندما نتحدث كيف تفاعل اليوان مع هذا الموضوع، موضوع الاحتجاجات، وأيضا اليورو تفاعل بشكل أو بآخر مع هذه الأنباء. رأينا فيما يخص أيضا الأسهم تفاعلت، خاصة للمواد الأولية تفاعلت بشكل مباشر مع الصين، فكيف ترين أداء اليوان وأيضا مقابل ذلك اليورو؟ عندما نتحدث على الصين، نحن يعني نتحدث عن ثاني أكبر اقتصاد عالمي، فطبعا الاستمرار في سياسة كوفيد زيرو كما تتبناها الحكومة الصينية واستمرار الإغلاقات بقوة يتسبب في الضغط طبعا على معدلات الطلب يعني العالمية، ومن المرجح أن يزيد من هذا الأمر الضغوطات على الاقتصاد العالمي الذي يعاني بالفعل من مخاوف ركود بسبب معدلات التضخم وبسبب سياسات البنوك المركزية. ولكن طبعا الاحتجاجات ويعني التوقعات بأن يتخلى الحكومة الصينية عن تلك السياسات تسببت نوعا ما في هدوء مخاوف ركود الاقتصاد العالمي وتراجع معدلات الطلب، وهو ما تسبب نوعا ما في دعم اليوان الصيني. ولكن حتى الآن التوترات السياسية التي تحدث داخل الصين تتسبب طبعا في الضغط على ثاني أكبر اقتصاد عالمي وعلى تراجع او مخاوف تراجع معدلات الطلب، وبالتالي اي علامات على يعني انهاء هذا الامر والسيطره على الاحتجاجات والمظاهرات التي يعني خرجت للمناهضه ضد سياسه كوفيد زيرو يعني قد تتسبب في نوعا ما في هدوء الاسواق. طبعا بالنسبه لليورو، اليورو الان شهد ارتفاعات ملحوظه طبعا مستفيده من سياسات الفيدرالي الامريكي او توقعات ان يبدا
الفيدرالي الامريكي في تخفيف وتيره التجديد النقدي. اليورو الان يستقر على مستويات التعادل عند دولار وثلاث سنتات، وايضا يعني معدلات التضخم في منطقه اليورو لو استمرت في الارتفاع فسيكون هذا ايضا مؤشر على استمرار البنك المركزي الاوروبي في سياسه التجديد النقدي ورفع الفائده، وهو ما سيدعم استمرار ارتفاع اليورو. ولكن ايضا علينا الوضع بعين الاعتبار ان هناك عديده من الضغوطات لا تزال تواجه المنطقه الاوروبيه، سواء بنقص الامدادات، سواء بدخول العقوبات حيز التنفيذ على روسيا في 5 ديسمبر المقبل، او سواء بالتوترات الجيوسياسيه التي لا تزال تعاني منها المنطقه. لا. فيجب الترقب للمزيد من البيانات او مزيد من الاحداث الاقتصاديه لتحديد وجهه اليورو الفتره المقبله. اماني رشيد، محلله ماليه من إكويتي جروب، شكرا جزيلا لك، صباح الخير مرة جديدة.